نقيب أطباء سوريا يطلب من الأهالي تعزيز ثقافة الشكوى على المشافي الخاصة، يعني وقت تجيك فاتورة مشفى بملايين الليرات وتكون النوم بالمشفى لمدة يوم واحد بتكلفك أكثر من ليلة بفندق 7 نجوم، اشتكي وعزز ثقافتك بالشكوى. هون بصراحة تذكرت وزارة التعليم لما بتعمل فحص وطني لطلاب الجامعات الخاصة بس يتخرجوا، وهي الوزارة نفسها بالأساس بتكون موافقة على مناهج هالجامعات الخاصة. يعني بدنا نشتكي على شيء أنتم موافقين عليه وبتعرفوه؟ من الأساس لازم يكون في قوانين واضحة وصريحة تحاسب كل المشافي الخاصة والأطباء بالفواتير يلي عم تجي من المريخ، لأنه نحن سكان هاي الأرض نرفض رفض قاطع فواتير لا تمثل الواقع بأي صلة. ونحن أكيد بنتمنى تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن بكل القطاعات ليتحاسب كل فاسد، وأمنياتنا الأكبر أنه تتعزز ثقافة الاستجابة للشكوى حتى ما نروح ونجي ونشتكي على الفاضي.